السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم من جديد. قبل البدء راح أتبع الخطوات التالية في الشرح. أولا النقاط الأساسية، ثم شرحها، مثال أو تطبيق عليها في البرنامج. ما زلنا في المفاهيم الأساسية للغة الجافا، والفيديو هذا سيكون تكملة لموضوع الكلاس. في الفيديو السابق تكلمنا عن تعريف الكلاس، معرفاته وأنواعه، ولكن تكملة لأنواع الكلاس في الفيديو هذا راح أشرح لكم أنواع الكلاسات الداخلية اللي هي الانر كلاس، ثم الكونستركتور، ثم أنواع المتغيرات في الكلاس. عودة إلى أنواع الكلاس، كلاس خارجي وكلاس داخلي اللي هو الأوتر كلاس والإنر كلاس. هناك أربع أنواع للإنر كلاس: الكلاسات الداخلية المتداخلة، والكلاسات التي بداخل الميثود، الكلاسات المجهولة، والكلاسات الداخلية الثابتة اللي هي الستاتيك. أول نوع، الكلاسات الداخلية المتداخلة، وهو كلاس بداخل كلاس آخر، فالكلاس A بداخله كلاس B بداخله كلاس C. النوع الثاني هو كلاس بداخل ميثود، فالميثود الذي يسمى method example يحتوي على الكلاس A. النوع الثالث الكلاس المجهول، يمكن أن يكون الكلاس المجهول مفيد عند إنشاء instance object مع إضافات معينة مثل طريقتي الoverride والoverloading methods. تمكنك الكلاسات المجهولة من جعل الكود الخاص بك أكثر إيجازا أو قصير، كما أنها تمكنك من إعلان واختلاق كلاس في نفس الوقت، وهي تشبه الكلاسات الداخلية باستثناء أن ليس لديها اسم، ومن الأفضل استخدامها في حالة أنه إذا كنت بحاجة إليها ولمرة واحدة فقط. شرح لجميع النقاط السابقة عن الكلاسات المجهولة في مثال واحد. خلونا نروح برنامج إكليبس، نسوينا مجلد project، ثم بعدين folder، ثم بعدين package. إذا ما أنت تعرف كيف تسويها ارجع إلى أول مقطع من السلسلة، راح تجد طريقة أو خطوات بناء مجلد أو مشروع. ثم بعدين كليك يمين إلى جديد نيو، بعدين نختار كلاس. المثال اللي راح نذكره هو عن السيارات، فمثلا الكلاس هذا بسميه كار. لا تنسى اضغط على هذا صح، تشيك بوكس هذا اضغط عليه صح علشان يكتب لك المين ميثود بشكل اوتوماتيك، ثم بعدين اضغط على زر فينيش. هذا هو الكلاس اسمه كار، راح اكتب فيه ميثود واقول مثلا void brand معناته الشركة، ثم أمر طباعة system.out.println وبخلي فاضي. راح أمسح هذا السطر، راح أسوي ثلاثة objects كمثال عن السيارات. فمثلا بقول car اللي هو اسم الكلاس هذا، أسمي السيارة الأولى مثلا كامري يساوي new car، السيارة الثانية اللي عندي هذا. الآن عندي ثلاث سيارات كلها لها شركة واحدة أو براند واحد، فبنكتب هنا رسالة the brand is Toyota. شوف كيف لما استدعي الميثود هذا اللي هو البراند لأي من السيارات هذه، بكتبها كلها data brand land cruiser data brand. لما اشغل البرنامج لاحظ معي ايش راح يسوي. البراند الخاص بالكامري تويوتا، اللاند كروزر نفس الشيء تويوتا، واخر شيء اللي هو الكورولا تويوتا. كل من هذه الاوبجكتس استدعت الميثود هذا اللي هو البراند اللي هو هذا الأساسي. مثلا لو كان عندي سيارة ثانية من شركة ثانية، نقول مثلا كار، ثم بعدين نكتب هنا تشارجر، نسوي رن. شوف كيف كلهم تويوتا، معروف التشارجر ما هو تويوتا إنما من شركة دوج. طيب كيف أغير هذا؟ نبي نغير البراند هذا. بالتالي هنا تدخل مهمة أو فائدة اللي هو الأنونيمس كلاس أو الكلاس المجهول. كل اللي تسوي تقويس زي كذا، ثم انتر، بعدين تكتب الميثود كنترول سبيس عشان يطلع لك هذا هو. اضغط عليه طلعت لك رسالة بسيطة هنا annotation اسمها override. override معناته تجاوز، معناته تجاوز على هذا الاساسي وعدل عليه. فرح نمسح السطرين هذه ونكتب امر طباعة ثاني system.out.println ونعدل في الرسالة the brand is dodge. الحين نشغل البرنامج. شوف لاحظ معي الكامري تويوتا، اللاند كروزر تويوتا، الكوريلا تويوتا، اخر شيء عندي اللي هو تشارجر طلع دوج. ايش اللي حصل؟ البراند هذا هنا في الكامري وفي اللاند كروزر وايضا في الكوريلا استدعى الاساسي هذا، بالتالي طبع لك هذه الرساله. اما بالنسبه للتشارجر، البراند هذا الميثود هذا استدعى اللي في الانونيمس كلاس في الكلاس المجهول، هذا اللي تم استدعاه هنا. فهذا هو فائده الكلاس المجهول. كلمة static وهي تنقسم إلى نوعين، النوع الأول static initializer وتكون كلمة وحيدة alone، والنوع الثاني الكلمة نفسها static وهي تأتي مع الكلاس والميثود والvariable أو المتغير.
النوع الأول وهو عبارة عن كتلة من التعليمات البرمجية داخل الكلاس ويتم تشغيلها مرة واحدة فقط قبل استدعاء الكونستركتور أو الميثود الرئيسي اللي هو المين ميثود. لا يدعم عبارات الإرجاع اللي هي كلمة ريتين أو حتى كلمة void، كما أنه لا يدعم كلمة this أو السوبر. ضمنيا موجود ولكن بشكل افتراضي يتم استدعاءه دائما ولكن لا يفعل شيء. عادة ما يستخدم في الاتصال والربط بقاعدة البيانات اللي هي database. أما الكلمة الرئيسية static فيمكن الوصول إليها دون إنشاء الكلاس الخارجي أو الأساسي. أيضا من الممكن أن يكون متغيرا والذي يسمى class variable، ومن الممكن أن يكون method، وأيضا تأتي الكلمة مع الكلاسات الداخلية ولكن ليست مع الكلاسات الخارجية. معنى آخر أنها تأتي مع الانر كلاس وليس مع الاوتر كلاس اللي هو الكلاس الأساسي، كما أنه من الممكن أن تأتي مع method داخل inner class كلاس داخلي من نوع static أيضا. وآخر نقطة وهي الأهم والإلزامية أن المين ميثود أو الميثود الرئيسي في البرنامج لابد أن يكون ستاتيك. خلونا نروح للبرنامج ونشرح النقاط السابقة. نروح للبرنامج، كليك يمين نسوي كلاس جديد نيو كلاس، خلنا مثلا نكتب إكزامبل، بعدين تشيك صح هنا. طيب هذا الكلاس اسمه إكزامبل. النوع الأول من الستاتيك هو اللي يسمونه static initializer، وهي كلمة وحيدة ويكون شكلها كالتالي static بهذه الطريقة. هذا هو اللي هو static initializer. بنكتب هنا أمر طباعة مثلا system.out.println، نقول مثلا hello I am from the static. هذا بالنسبة للstatic initializer. وهنا بنمسح هذه الرسالة ما نحتاجها، نكتب هنا أمر طباعة مثلا I am from main method. احنا اللي كنا ندرسه ونتعلم ان هذا هو المين ميثود وهذا اللي راح يشتغل عندي في البرنامج. فلو مثلا لو سويت هنا مثلا ميثود اخر او كونستركتور ما راح يشتغل حتى نستدعيه هنا في المين ميثود، غير كذا ما راح يشتغل. لكن الستاتيك هنا راح يشتغل قبل الكل، مجرد انه يستدعي اسم الكلاس اول واحد راح يشتغل اللي هو الستاتيك، ثم بعدين المين ميثود. خلونا نشوف نجرب. شوف كيف أول شيء hello I am from the static body، إذن أول واحد تم تنفيذه اللي هو static، ثم بعدين المين ميثود، وما يحتاج إنه حتى إنه يأخذ منك الإذن إنه يطبع أو لا، هو أول شيء راح يتم تنفيذه. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أصلا موجود ولكن علشان البدي ما فيه شيء زي كذا فيتم استدعاءه بشكل دائم، لكن ما فيه أمر، ما في أمر هنا، فبالتالي إيش لا يتم تنفيذ أو طباعة أي شيء من ناحيته. فهو موجود ضمنيا موجود ولكن لا يطبع شيء. ليه؟ لأنه فاضي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لا يحتوي على أو لا يدعم كلمة this ولا كلمة super. مثلا إنك تقول مثلا super زي كذا، شوف كيف معطيك x، فهذا الأمر معناته إيش؟ خطأ. النقطة الرابعة إنه ما يرجع قيمة. مثلا نقول integer، نقول مثلا return 0 مثلا، شوف كيف يعطيك خطأ هنا وهنا، فهو لا يدعم هذه النقطتين، حتى إنه لا يدعم كلمة void، فما أعطيك عليها كلها X. بالتالي الكلمة هذه تجي كذا وحيدة بهالطريقة، وتكتب هنا الأوامر اللي تبغى تنفذها ولمرة واحدة فقط. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني، خلونا نمسح هذه. النوع الثاني أول نقطة راح نذكرها اللي هي لاحظ مع المين ميثود هذا، شوف كيف نوعها static. فلو مثلا مسحنا كلمة static هنا ونفذنا البرنامج، إيش مكتوب هنا؟ Please define the main method as public static void main. شوف كيف يقول لك لازم يكون هذا المين ميثود لازم يكون ستاتيك. بالتالي نرجع الكلمة هنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ممكن أن يكون متغير، فنقول مثلا integer x يساوي 4، كل اللي تسويه أنك تكتب هنا ستاتيك that's it. بالتالي هذا يسمى class variable عشان كلمة ستاتيك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ممكن أن يكون ميثود حتى، نقول مثلا void hello تكتب هنا ستاتيك بهذه الطريقة. النقطة الرابعة ممكن الستاتيك يكون كلاس ولكن inner class وليس الاوتر كلاس. كيف يعني الاوتر كلاس؟ الاوتر كلاس هذا هو الكلاس الخارجي، فخطأ اني اكتب هنا مثلا static بهذه الطريقة، شوف كيف يعطيك x، لكن الانر كلاس نقول مثلا كلاس a بهذه الطريقة، نكتب هنا static بهذه الطريقة، شوف كيف. فالانر كلاس الكلاس الداخلي نعم ممكن ان يكون static. النقطة الخامسة اللي نبغى نذكرها ممكن يكون ميثود جوا كلاس، كلاس داخلي، فنكتب هنا مثلا كلاس b بعدين void abc، نسمي الميثود abc ونكتب هنا static بهذا الطريقة، لكن يطلع لك خطأ. ايش هو الخطأ هذا؟ ان لازم الانر كلاس هذا لازم يكون static ايضا.
هذا ضروري جدا. اذا كنت بتكتب static جوا inner class كلاس داخلي، لازم اللي يكون inner class ايضا static، نفس الشيء كل من الاثنين static. اذا هذه النقاط بالنسبة ل static keyword. الكونستركتور او بالعربي المنشئ ما هو؟ يمكن تعريفها في نقاط. كل كلاس له منشئ او كونستركتور، واذا لم نكتب كونستركتور للكلاس سيقوم مترجم الجافا اللي هو جافا كومبايلر بانشاء كونستركتور افتراضي لذلك الكلاس. يمكن ان يكون للكلاس اكثر من كونستركتور، ويشار الى الكونستركتور الذي لا يحتوي على باراميترز ككونستركتور افتراضي، ويجب ان يكون اسم الكونستركتور نفس اسم الكلاس، وليس لدى الكونستركتور كلمة return لإرجاع القيم ولا حتى كلمة void. يتم استدعاء الكونستركتور باستخدام كلمة new عند إنشاء الأوبجكت، لذلك يلعب الكونستركتور دور مهم في البرنامج، وهو القيام بتهيئة أو باختلاق الأوبجكت. أما المعرفات الخاصة بالكونستركتور فهي إما أن يكون عام public أو خاص private أو محمي protected، ولكن لا يمكن أن يكون static أو final. خلونا نطبق النقاط اللي ذكرناها عن الكونستركتور في البرنامج. هذا البرنامج، أول نقطة عندنا أن الكونستركتور يشبه اسم الكلاس، يأخذ نفس اسم الكلاس، فبالتالي شو تسوي؟ example، خلاص بهذه الطريقة أنت سويت كونستركتور له نفس اسم الكلاس. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الكونستركتور اللي ما فيه باراميتر زي كذا انتجر x فاضي، مكان هذا فاضي ما في شيء، يسمى كونستركتور افتراضي، سواء كتبته أو ما كتبته هذا موجود الكونستركتور بالشكل هذا في الجافا كومبايلر. النقطة اللي بعدها، أيضا الكونستركتور لا يحتوي على اللي هي return type، ما يرجع قيمة، فلا يمكن أنك تكتب إيش مثلا return وترجع قيمة زي كذا، مثلا خلينا نكتب هنا integer، الشيء هذا غير ممكن. شوف كيف، معطيك ملاحظة هنا، لما تضغط عليها تحول هذا إلى constructor، change this أو change to constructor، double click مسحها لك، ويعطيك هذا عليه ملاحظة أو خطأ، بالتالي لازم تمسحها، فهو إيش لا يدعم إرجاع للقيم ولا حتى كلمة void. انك تكتب كلمة void هنا خطأ، شوف كيف يعطيك ملاحظة، لما تضغط عليها حوله الى constructor double click بهذه الطريقة، لازم يكون كذا. النقطة اللي بعدها، ممكن ان الكلاس الواحد يحتوي على عدة constructors، يعني بناخذ هذا ننسخه هنا شوف كيف، لكن معطيك هنا خطأ. ايش هو الخطأ هذا؟ ان الconstructor ذا يشبه هذا نفس الشيء، بالتالي نستخدم خاصية اللي هي الاوفرلودنج اللي هي التحميل، لازم انه يحتوي على الاقل باراميتر واحد او اكثر، نقول مثلا integer x في الخانة هنا. طيب ننسخ هذا هنا، معطيك خطأ ليه؟ لأن هذا يشبه هذا، فش نسوي؟ لازم تغيره، نغير الاسم مثلا من X إلى Y؟ لا. طيب إيش السبب؟ يقول أن الكونستركتور هذا example يأخذ باراميتر من نوع integer، باراميتر واحد، وأيضا هذا الكونستركتور يأخذ باراميتر واحد من نوع integer، فهو لا ينظر إلى الأسماء هنا أبدا، ولا حتى إلى البادي، ويأخذ إلى أنواع البارامترز وعددها. عشان كذا يا أنك تحول هذا مثلا إلى string، أو أنك تضيف بارامتر آخر، يعني مثلا نقول integer x فاصلة string y بهذه الطريقة. أما بالنسبة لاستدعائها زي ما ذكرنا في النقطة الأخيرة أنها يلعب دور مهم في اختلاق الأوبجكت، لما أجي أسوي أوبجكت أنا في حقيقة الأمر ما أستدعي الكلاس، إنما أستدعي الكونستركتورز هذه، فبالتالي لو كتبت هنا مثلا example ex يساوي، هذا هو الافتراضي اللي هو هذا أول واحد الكونستركتور هذا. طيب لو سويت واحد ثاني x مثلا واحد سميته new، شوف كيف، شوف لاحظ معي هذا هو الافتراضي، هذا اللي بعده يحتوي على integer x، اللي بعده integer x وstring، فعندك ثلاث أنواع كونستركتور. مثلا بختار هذا، طيب هل ينفعني أتركه فاضي أو خليه زي كذا x؟ لا خطأ، لازم تعطيه integer عدد، قول مثلا 40 أو 100 ألف اللي تبغى، نقول 10 مثلا، يساوي new، ناخذ مثال على الأخير، نغير ال x وال y إلى قيم، مثلا نقول 100 وال y نمسحها، نكتب string، نكتب مثلا حسن. أنت الحين سويت ثلاثة objects، هذا الأول الثاني الثالث. الأول هو عبارة عن الكونستركتور الأول اللي هو الافتراضي هذا، أما الثاني فهو عبارة عن الكونستركتور الثاني اللي يحتوي أو يأخذ باراميتر من نوع integer، والأوبجكت الثالثة هو عبارة عن الكونستركتور الثالث اللي يأخذ باراميتر من نوع integer وأيضا من نوع string. طب هل ينفع أني أعكس بين الثنتين هذولا، أغير في الترتيب، يعني مثلا أخلي السترينج هنا في البداية والانتجر هنا؟ لا ما ينفع، شوف كيف يعطيك خطأ، لازم تكون بنفس الترتيب اللي أنت سويته هنا في الكونستركتور، نفس الترتيب. يحتوي الكلاس على ثلاث أنواع من أنواع المتغيرات. الأول المتغيرات المحلية أو local variables، وهي المتغيرات التي تعرف بداخل الميثود أو الكونستركتور أو الكتل، أي بداخل الأقواس، ويتم استخدامها بشكل محلي. النوع الثاني متغيرات الانستانس، instance variables، وهي العكس تماما،
وهي المتغيرات التي تعرف بداخل الكلاس ولكن خارج الميثود أو الكونستركتورز أو الكتل، ومن الممكن الوصول إليها أو استخدامها من أي مكان في البرنامج. النوع الثالث والأخير Class Variables، متغيرات الكلاس، وهي نفس طريقة الانستانس Variable ومشابهة له ولكن من نوع الستاتيك فقط. مثال بسيط لأنواع المتغيرات، خلونا نروح البرنامج نأخذ مثال لكل واحد. النوع الأول اللي هو Local Variable. Local Variable مثلا عندي هذا ميثود، المين ميثود، لو أقول مثلا Integer X يساوي 100، خلاص هذا الفاريبل يسمى Local Variable. لو كان عندي مثلا هنا Constructor بهذه الطريقة وكتبت String A يساوي Hello، أيضا هذا يسمى Local Variable. ليه؟ لأنه جوا Constructor، فهو جوا الأقواس هذه، شوف الأقواس هذه جوا الأقواس. النوع الثاني اللي هو الانستانس فاريبل. الانستانس فاريبل ما يكون جوات الكونستراكتورز او اي ميثود، انما يكون تابع للكلاس الاساسي، يعني يكون برا. فلو قلت هنا مثلا انتجر واي يساوي 50، خلاص هذا مثال للانستانس فاريبل. النوع الاخير اللي هو الكلاس فاريبل، نكتب مثلا char character زد يساوي capital B. شوف لاحظ معي، هو يشبه الانستانس فاريبل، يشبه بالضبط، اللهم انك ايش تكتب كلمة static هنا. إذا كتبت كلمة static بالتالي هذا صار class variable، هذا هو الفارق الوحيد. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم من الشرح وأسأل الله لكم التوفيق وشكرا لكم.